السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في مدرستكم مدرسة نت. نكمل دائما مع الفصل الأول من كتاب اللغة العربية، والذي هو تحت عنوان الحياة المدرسية. وفي هذا الفيديو سوف ننتقل إلى فقرة استعمل الصيغ، والتي هي موجودة في الكتاب المدرسي في الصفحة 10. حسنا، الآن دائما تفتحون الكتاب المدرسي في الصفحة 10 لكي نقرأ هذه الجمل. حسنا، نبدأ بأول جملة. في مساء آخر يوم من العطلة استعد الأطفال للعودة إلى المدرسة. نعيد. في مساء آخر يوم من العطلة استعد الأطفال للعودة إلى المدرسة. أليس كذلك؟ ماذا فعلنا في المساء قبل أول يوم من الدراسة؟ يستعد الأطفال للدخول المدرسة. ننتقل إلى الجملة الثانية. الأم كأنها تريد أن تقول شيئا. ماذا تقول؟ حسنا، غدا في الصباح ستذهبان إلى المدرسة. غدا في الصباح ستذهبان إلى المدرسة. هذه كانت الجملة الثانية. ننتقل إلى الجملة الثالثة. ليلى تتحدث. ليلى ماذا تقول؟ أرجو أن ترافقنا غدا يا أبي. أرجو أن ترافقنا غدا يا أبي. حسنا، الآن قرأنا الثلاث الجمل الموضحة هنا. حسنا، لاحظوا ماذا يوجد في هذه الجمل. يوجد ثلاثة كلمات ملونة باللون الأحمر. ما هي هذه الكلمات إذن؟ ما هذه؟ نقرأها مع بعض. مسائي، مسائي، مسائي. ماذا عن هذه؟ الصباحي، صباحي، الصباحي. إذن هذه كانت الكلمة الثانية. ماذا عن هذه الكلمة؟ أرجو، أرجو، أرجو. مسائي، الصباحي، أرجو. ما هذه الكلمات يا ترى؟ ماذا تمثل؟ تمثل، إذن هي تمثل الصيغ. إذن هذه الكلمات هي الصيغ. استعمل الصيغ. ماذا استعملنا في هذه الجمل؟ استعملنا ثلاثة صيغ. في الجملة الأولى استعملنا هذه الصيغة وهي مسائي. في الجملة الثانية استعملنا هذه الصيغة وهي الصباحي. وفي الجملة الثالثة ماذا استعملنا؟ استعملنا هذه الصيغة وهي أرجو. مفهوم؟ الآن يا ترى ما هو أو ما معنى كل هذه كلمة، وأين نستعملها يا ترى؟ ليست لدينا أدنى فكرة، فلنكتشف ذلك مع بعض. إذن نبدأ بهذه الصيغة وهي الصباحي. عندما تكون معرفة بالألف واللام أقول الصباحي أو الصباح. عندما تكون نكرة نقول صباحا، صباحا. متى نستعملها يا ترى؟ إذن نوظف هذه الصيغة عندما يقع حدث ما في الفترة الصباحية. حدث في الفترة الصباحية. ما هي الأحداث التي تقع لنا في الفترة الصباحية؟ في الصباح، الصباح. متى يكون الصباح أو الفترة الصباحية؟ يكون الصباح أو الفترة الصباحية عند شروق الشمس. عند شروق الشمس تبدأ الفترة الصباحية. حسنا، عندما تبدأ الفترة الصباحية ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ما هي أول شيء نقوم به؟ نستيقظ من النوم. ماذا نفعل؟ نغسل أطرافنا ووجهنا ويدينا. نتناول فطور الصباح. متى تحدث كل هذه الأحداث؟ تحدث في الفترة الصباحية. على سبيل المثال،
أستيقظ من النوم في الصباح الباكر. أستيقظ من النوم في الصباح الباكر. متى نستيقظ من النوم؟ هل نستيقظ في الليل عندما يحل الظلام؟ لا، بل عندما تظهر الشمس أو عند شروق الشمس نستيقظ. إذن أستيقظ من النوم في الصباح الباكر، نقول في الصباح الباكر أو نقول صباحا. نستيقظ من النوم في الصباح الباكر. إذن هذه كانت الجملة الأولى. الجملة الثانية: تشرق الشمس صباحا. تشرق الشمس صباحا، نقول الصباح أو نقول صباحا. متى تشرق الشمس؟ هل تشرق في الليل عندما يحل الظلام؟ لا، بل تشرق صباحا. إذن متى نستعمل صيغة الصباح أو صباحا؟ نستعملها عندما يقع حدث ما في الفترة الصباحية. ننتقل إلى الصيغة الموالية وهي المساء أو مساء. نقول المساء بإضافة الألف واللام أو نقول مساء بإضافة فتحتين في آخر أو في فوق الهمزة. الآن متى نستخدم هذه الصيغة؟ توظف أو نستخدمها، أي نستخدم صيغة المساء، عندما يقع حدث ما في الفترة المسائية. حسناً، الصباح نستعملها في الفترة الصباحية بعد الشروق، بينما في المساء عندما تكون السماء زرقاء بعض الشيء ونلاحظ بأن الشمس بدأت تأخذ لوناً أحمراً بعض الشيء. أليس كذلك؟ نستخدمها متى؟ في الفترة المسائية، أي الفترة، والفترة المسائية تبدأ من الساعة الخامسة مساء، من الخامسة مساء أي بعد أن تعود من المدرسة، هنا تبدأ الفترة المسائية. على سبيل المثال، أول مثال: في المساء ألعب كرة القدم مع أصدقائي. في المساء ألعب كرة القدم مع أصدقائي. في الصباح أين نذهب؟ نذهب إلى المدرسة، لا يمكننا أن نلعب كرة القدم في الصباح. متى نلعب كرة القدم؟ بعد العودة من المدرسة، أي في المساء. إذن في المساء ألعب كرة القدم مع أصدقائي. كانت هذه أول جملة. الجملة الثانية: ذهبت في نزهة مع عائلتي مساء. ذهبت في نزهة مع عائلتي مساء. هناك من يفضل أن يلعب الكرة مع الأصدقاء، وهناك من يفضل أن يذهب ربما في نزهة مع العائلة. متى ذهبت في نزهة مع عائلتي؟ ذهبت في نزهة مع عائلتي مساء، أي في الفترة المسائية، أي بعد العودة من المدرسة. أليس كذلك؟ إذن هنا استخدمنا صيغة المساء. الآن ننتقل إلى الصيغة الثالثة وهي أرجو، أو نقول أرجوك. أرجو أو أرجوك، ما معنى هذه الكلمة أو فيما تفيد يا ترى؟ نستعمل هذه الصيغة، أي أرجو أو أرجوك، لطلب الرجاء من شخص ما أو طلب حصول شيء ما. أرجوك كأننا نترجى من شخص ما، كأننا أو نتمنى حصول شيء ما، كأنه يفيد التمني أو الترجي. عندما تريد أن تلعب مع أصدقائك ماذا تفعل؟ تستأذن والديك فتقول: أرجوكم دعوني أذهب لكي ألعب كرة القدم مع أصدقائي. إذن ماذا فعلنا هنا؟ طلبنا الرجاء من ماذا؟ من شخص ما، أو طلب حصول شيء ما. على سبيل المثال نقول هنا: أرجو أن تمطر اليوم. أرجو أن تمطر اليوم، كأننا نتمنى حصول شيء ما، نتمنى أن تمطر اليوم، أن تتساقط الأمطار. إذن نقول: أرجو أن تمطر اليوم. هنا استعملنا كلمة أرجو لتمني أو طلب حصول شيء ما. الآن في المثال الثاني سنتعلم كلمة، سنتعلم طلب الرجاء من شخص ما. لاحظوا، قالت ليلى لأبيها، ماذا قالت له يا ترى؟ أرجوك أن تأخذني إلى المدرسة. أرجوك أن تأخذني إلى المدرسة. ما هي الصيغة التي استعملناها؟ استعملنا أرجوك.
أرجوك دائما نستعملها مع الأشخاص، نقول أرجوك للمذكر ونقول أرجوك للمؤنث. على سبيل المثال عندما تطلب من أمك شيئا لا تقول لها أرجوك يا أمي، لا، بل تقول لها أرجوك يا أمي، أرجوك يا أبي. إذن هنا استعملنا أرجوك، أرجوك أن تأخذني إلى المدرسة. فيما استعملنا كلمة أرجوك؟ استعملناها لطلب الرجاء من شخص ما. من هو هذا الشخص؟ هيا، الأب. هنا ليلى طلبت الرجاء من أبيها أن يأخذها إلى المدرسة، فقالت له أرجوك أن تأخذني إلى المدرسة. مفهوم؟ والآن بعد أن تعلمنا الفرق أو طريقة استعمال كل من الصيغ الثلاثة، سوف نقوم بتمرين. ماذا يقول التمرين في كراس في هذه الصفحة يا ترى؟ أركب جملتين مفيدتين موظفا في الأولى أرجوك وفي الثانية صباحا. الآن أطلب منكم يا تلاميذي الأعزاء أن تقوموا أنتم بتركيب جملة من عندكم، أي من خيالكم. أريد منكم أن تركبوا جملتين. في الجملة الأولى، أي أول جملة سنكتبها هنا، يجب أن تحتوي على الصيغة أرجوك، أرجوك. وفي الجملة الثانية نستخدم الصيغة هذه وهي صباحا. هيا، من منكم يركب جملة مفيدة مع استخدام صيغة أرجوك؟ هيا هيا، سأنتظر قليلا. هيا ركزوا معي جيدا. هيا، على سبيل المثال نقول سوف أركب أنا جملة من عندي، هيا، وهي أرجوك أن تشتري لي الأدوات المدرسية يا أبي، أليس كذلك؟ أرجوك أن تشتري لي الأدوات المدرسية يا أبي. ماذا فعلت؟ أطلب من أبي أن يشتري لي الأدوات المدرسية. ماذا استخدمت؟ استخدمت أرجوك، أي ترجيته لكي يشتري لي الأدوات المدرسية. هي جملة صحيحة. الآن جملة أخرى تحتوي على الصيغة صباحا. هيا، من منكم؟ هيا. إذن الجملة الثانية التي اخترت أن أركبها لكم هي أذهب صباح يوم السبت إلى المسبح، أذهب صباح يوم السبت إلى المسبح. سوف أعطيكم نصيحة صغيرة، عندما تريدون أن تركبوا جملة مفيدة مستخدمين هذه الصيغ الموضحة أمامكم، تخيلوا بأنكم تقومون بشيء ما. مثلا في الصباح ماذا تقومون؟ ما هي الأفعال التي تقومون بها في الصباح؟ تستيقظون، تأكلون فطور الصباح، تلبسون ثيابكم، تذهبون إلى المدرسة. إذن وهنا تتخيلون الأفعال التي تقومون بها، وهنا يمكنكم أن تركبوا جملة مفيدة. وماذا تفعلون أو ماذا تضيفون في هذه الجملة؟ الصيغة صباحا أو صباحا أو في الصباح. بينما عندما تريدون تركيب جملة تحتوي على هذه الصيغة أرجوك أو أرجو، تخيلوا بأنكم تطلبون الاستئذان من أبويكم أو من معلمتكم لكي تذهبون إلى المرحاض، فتقولون أرجوك يا معلمتي، هل يمكنني أن أذهب إلى المرحاض؟ أو تقولون على سبيل المثال أرجوك يا أمي، هل يمكنني أن أذهب إلى الملعب لكي ألعب مع أصدقائي؟ إذن ماذا سوف تفعلون أو ماذا عليكم أن تفعلوا؟ عليكم أن تتخيلون الأفعال التي تريدون القيام بها. مفهوم؟ بهذه الطريقة تستطيعون أن تركبوا جملة مفيدة تحتوي على كل من هذه الصيغ عفوا. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الفيديو والذي قمنا فيه
باستعمال الصيغ كل من صباحا مساء وأرجو أو أرجوك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا. لا تنسوا زيارة المواقع الإلكترونية الموضحة هنا في الشاشة وفعلوا الجرس حتى يصلكم جديد فيديوهاتنا. كما لا تنسوا أيضا أن تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم حول هذه الفيديوهات. نلتقي في فيديو مقبل بحول الله مع درس جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.